بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والعشرون. أين الإبريق؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. الإبريق مبتدأ مؤخر. أين المنشفة؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. المنشفة مبتدأ مؤخر. هات الصابون. أغسل وجهي. هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الصابون مفعول به. أغسل جواب الشرط، وحرف الشرط وفعل الشرط محذوف. التقدير هات الصابون. إن تأتي أغسل وجهي. سبق إعرابها. أغسل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. وجهي مفعول به وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير وجها لي. هات الإبريق. أتوضأ. هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الإبريق مفعول به. أتوضأ جواب الشرط. التقدير هات الإبريق. إن تأتي أتوضأ، أو هات الإبريق. إن تعطي أتوضأ. أتوضأ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا. سليم يصلي المغرب. سليم مبتدأ، يصلي فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو يعود على المبتدأ. المغرب مفعول به. صليت الظهر اليوم في المسجد الكبير. صليت فعل ماض والتاء فاعل. الظهر مفعول به. اليوم ظرف زمان متعلق بالفعل صليت. في المسجد جار ومجرور متعلق بالفعل صليت. المسجد منعوت الكبير نعت. صلينا الجمعة. صلينا فعل ماض نا فاعل. الجمعة مفعول به. صلي العشاء. صلي فعل وفاعل. العشاء مفعول به. هؤلاء الرجال يصلون المغرب. هؤلاء اسم إشارة مبتدأ. الرجال نعت لهؤلاء. يصلون فعل مضارع خبر، والواو فاعل وهو يعود على المبتدأ. المغرب مفعول به. سليم يتوضأ وفريد يصلي. سليم مبتدأ، يتوضأ فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو يعود على المبتدأ. وحرف عطف فريد يصلي معطوف على سليم يتوضأ. فريد مبتدأ، يصلي فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. توضأ عثمان فنشف وجهه بالمنشفة الجديدة. توضأ فعل ماض، عثمان فاعل. فحرف عطف نشف معطوف على توضأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وجه مفعول به وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. بالمنشفة جار ومجرور متعلق بالفعل نشف. الجديدة نعت للمنشفة. توضأ ثم صلي المغرب. توضأ فعل وفاعل، ثم حرف عطف. صلي فعل وفاعل. المغرب مفعول به. متى صليت العشاء؟ الآن فقط. متى اسم استفهام ظرف زمان بالفعل صليت. صليت فعل ماض والتاء فاعل. العشاء مفعول به. الآن ظرف زمان بفعل محذوف. التقدير صليت الآن فقط. فحرف زائد لا محل له من الإعراب. قد، وهي اسم فعل أمر بمعنى انتهي، أو اسم فعل مضارع بمعنى يكفي. هذا الإبريق كبير جدا. هذا اسم إشارة مبتدأ. الإبريق نعت لهذا. كبير خبر. جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جد جدا، أو جد جدا، أو أجد جدا. أين اضطست؟ أين وضعته؟ أين اسم استفهام خبر مقدم؟ اضطست مبتدأ مؤخر.
أين ظرف مكان متعلق بالفعل وضعت فعل ماض والتاء فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به هات الفرشة هات فعل وفاعل الفرشة مفعول به اشترى الخادم 7 أرطال صابونا اشترى فعل الخادم فاعل 7 مفعول به وهو مضاف أرطال مضاف إليه صابونا تمييز أين الخادم؟ أين اسم استفهام خبر مقدم الخادم مبتدأ مؤخر اغسل وجهك يا عمر اغسل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وجه مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه يا حرف نداء عمر منادى مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف والتقدير أنادي أو أدعو أذهب إلى أخي محمد بعد صلاة العيد أذهب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا إلى حرف جر أخي اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل أذهب أخي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقدير أخي لي محمد بدل من أخي بعد ظرف زمان مضاف صلاة مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل أذهب صلاة مضاف العيد مضاف إليه هات المنشفة يا أخي هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت المنشفة مفعول به يا حرف نداء أخي منادى وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه التقدير يا أخ لي أين صليت العيد يا محمود؟ صليت في مسجد حضرة الإمام وأنت أين صليته؟ أين اسم استفهام ظرف مكان بالفعل صليت صليت فعل وفاعل العيد مفعول به يا حرف نداء محمود منادى صليت فعل وفاعل في مسجد جار ومجرور متعلق بالفعل صليت مسجد مضاف حضرة الإمام مضاف إليه وحرف عطف أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ أين اسم استفهام ظرف مكان متعلق بالفعل صليت صليت فعل ماض خبر والتاء فاعل وهو عائد على المبتدأ والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والله أعلم بالصواب.